حرام دعاء، هي كرست كل حياتها إليك ولخدمتك. انت شو عملتي فيها لما دخلت غزل لهون؟ غيرتي كل معاملتك مع دعاء. هينا لما الإنسان بيكبر بالعمر بصير شعره أبيض، شوفي شعري شايب كتير، بس انت شخصيتك وقلبك من جوا تغيروا. لهون وبس أمي، بكفي اللي سمعته. كنت ضل مشتاقة لحب وحنان زوجي راهات طول الوقت، ورب العالمين الوحيد يلي بيعرف قديش اتعذبت وتحملت، وبحياتي ما أذيت أي حدا. وما عملت هيك لأني ضعيفة أمي، عملت هيك بسبب تربايتي. عن جد بسبب تربايتك؟ مفكرة يلي أنت عملتيه بيكون دليل على تربايتك؟ ومين قالك إنه لازم المرة تضل ساكتة لما زوجها بيجي وبيجيب لها معه مرة تانية على نص بيتها وقدام عيونها كمان؟ إذا أهلك هنن يلي علموكي هذا الشيء يا هينا، معناها أهلك كانوا ناس تفكيرهم قديم ومحدود وصعب كتير كمان. هاي الشغلات كلها صارت بالماضي وكتير قديمة، بس كنتك دعاء مرة معاصرة وكرامتها أهم شيء هي بتملكه بالنسبة إلها. أما أنت ما كنتي تاركة لحالك احترام وقتها، كنتي دائماً تاركة كرامتك بالأراضي. أمي بس دعاء مستحيل ترجع تعيد أخطائك، هي بتعرف مكانتها منيح بهي العيلة. الست غزل كنتك أهانت جنس حواء، مو بس أهانتها لدعاء لحالها، لهيك لازم تعتذر وتنفذ الشرط. أنا مستحيل اسمح لهذا الشي يصير طول ما أنا عايشة أمي. غزل ما رح تعتذر من حدا ولا رح تنفذ شرط حدا بهالبيت. هاي فرصتي الوحيدة مشان روهان يصير ضد حيدر ودعاء من دون ما يفكرني عم اكذب عليه. أمي بترجعكي لا تقولي شي، مستعدة نفذ شرطه. ما فيني شوفك عم تنهاني بسببي، إذا هالشي بيهدي الوضع بالبيت أنا بعتذر. عن أي بيت عم تحكي أنتي؟ البيت يلي بيمثل الناس اللي ساكنين فيه، يلي بيضلوا يهينوكي ويزلوكي كل ما صحلهم فرصة لهالشي. أنا ما رح أسمح لك أبداً تهيني حالك كرمالهم. لو بدنا نقضي عمرنا كله بلا أكل. بسيطة أمي، إذا دعاء جاي عبالة تهيني وتخليني أعتذر وهذا الشي بيريح هالعيلة، رح أعتذر منه. وإذا هذا الشي ما كفى الست دعاء كمان قليلة فيها تذبحني بالسكين إذا غزل بتحب. هي رح تكون آخرتي، ما عاد رح يضايق أحد. لا تحكي هيك بنتي، نادوا لدعاء، مستعدة أعتذر منها قدامكم. ما تخيل الدعاء تنزل لهذا المستوى، بدها غزل تعمل هذا الفعل مشان تكون أحسن منها. كرمال حب حياتي ما رح سامحك يا دعاء. نادولا دعاء. طمني، شو الأميرة غزل جاهزة لحتى تعتذر مني ولا لا؟
بحياتي ما تخيلت اني انجبر اعتذر من دعاء جاي عبالي اكسر لرجلي التنتين مشان اعرفها كيف تخليني اعتذر، بس لازم اكسب تعاطف حيدر وروهان. انا مجبورة اخبي كرامتي واعتذر منها. دعاء، غزل وافقت. تعي يلا خلينا نحل اذا بتريدي. غزل وروهان عم يتطلعوا ببعض مثل كأنه روهان لساته عم يساوي كل شي بدايا غزل وبس. من شان الله خلصونا. إذا عن جد غزل بدها تعتذر على كل غلطة بتغلطها بحياتها، هيك بتقضي كل عمرها وهي عم تعتذر. لما الواحد يموت بينذكر بشغلاته المنيحة، بس هلأ رح تنذكر باعتذاراتها الكتيرة. كاينات كل شي حكيتيه صح 100%. عن جد انت من ذكية كتير. انا رح اعمل بوشار لانه رح نتسلى كتير اليوم. استني كتري الكمية. اتفقنا امي. تعي ستي عادي. هلأ رح يبلش العرض. يلا يا جماعة تعالوا، انا اجيتوا معي البوشار، امي، حافظ، رافي، روهان. يلا كاينات. امشي. اعتذري منا غزل. الاعتذار ما رح يكفي، أنا بدي أشوف الندم بعيونك على كل يلي ساويتي معي. أنا ما عملت أي شي حتى أعتذر عليه من الأساس يا ست دعاء، بس بدي أعتذر لأثبت للكل أني بحترمها لدعاء. ما تحكي أبداً عن الاحترام، لأنه هالكلمة هي ما أنا موجودة بقاموس حياتك ست غزة. طيب إذا بدك تعتذري اعتذري بسرعة لك. قليلي شو ناطره؟